صباح النشاط والرياضة على كل مشاهدينا ومشاهدي شاشة الصحة والجمال. برحب بيكم في حلقة جديدة من ابني حياتك. وعشان نبني حياتنا صح لازم يكون عندنا مجموعة من العناصر التي لا حصر لها. دي تعتبر الأساس في حياتنا، زي تكوين شخصيتنا، هدفنا، حلمنا، نجاحنا في الحياة عموما، إنجازاتنا اللي بنحققها. كل يوم بيكون في سعي تجاه شيء مختلف، هو ده الأساس. الأساس اللي لو اتبنى صح كل حاجة بعد كده هتمشي زي ما احنا مخططين له، ويمكن أفضل كمان. ده بالظبط اللي بينطبق على موضوع حلقتنا النهارده. اما بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش هدف، اللي بيعيشوا من غير حلم، دول كلنا عارفين ان حياتهم بتكون باهته ثابته، ماشيه على وتيره واحده بدون اي تغيير، بدون اي تطوير. هم نفسهم ما عندهمش القابليه او الرغبه انهم يغيروا من حياتهم او يحطوا هدف قدامهم ويبداوا ان هم يسعوا علشان يحققوه. موضوع حلقتنا النهارده نفس الحكايه، شيء احنا عاوزينه وبنسعى عشان نحققه، وفي المقابل اساس لازم يتبني بشكل صحيح. وما بين الشيء اللي احنا عاوزينه والاساس اللي احنا المفروض نبنيه صح، في مجموعه من العوائق اللي بتعرقل الطريق قدامنا. بس طبعا كلنا عارفين ان البقاء دايما بيكون للاقوى. كلنا عارفين اننا هنمر بصعوبات هتواجهنا، بس دايما بنشتغل على اننا نجازف. عشان نحقق حلمنا لازم نواجه. النهارده هنتكلم عن الاساس، ولكن هنتكلم عن الاساس في المجال الرياضي. موضوع حلقتنا ايه؟ ده اللي هنعرفه من اسلام. اهلا بيك يا اسلام، صباح الفل عليك. صباح الخير يا فاطمه. صباح الخير عليكم جميعا، على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه وجميع مشاهدي برنامج ابن حياتك. والله الكلام الجميل اللي انت قلتيه اصلا ده كله، يعني ما فيش اي تعقيب تاني ممكن نقوله غير ان هنزود الجمله اللي دايما كنا بنسمعها واحنا صغيرين: العقل السليم في الجسم السليم. وما ان العقل السليم في الجسم السليم، فطبعا ده هيجي من ممارسه الرياضه، مش هيجي كده من مجرد ان انا باكل وبشرب، لا، من ممارسه الرياضه اهم شيء في حياتنا. وما انه ممارسه الرياضه، طبعا احنا الرياضه الاكثر شعبيه في مصر طبعا معروفه اللي هي كره القدم. فلازم نبني الاساس صح زي ما انت قلتي. ولذلك النهارده هيكون موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن تطوير قطاع الناشئين والبراعم، ازاي نطلع صغير جيل من الاطفال الناشئين من سن مثلا 17 سنه 18 سنه انه يكون لاعب كره قدم مشهور سواء في مصر او على المستوى العالمي. هل يا اسلام شايف ان بناء الناشئين والبراعم، يعني زي ما قلت في المقدمه، ده الاساس لازم نبنيه بشكل صحيح، بيأثر فيما بعد؟ اكيد طبعا. لان لو البناء كان صحيح احنا خلاص بنبني زي ما تقول عماره، لو البناء او الاساس كويس بعد كده البناء هيكون مظبوط. طبعا المهارات اللي بتعلمها، امكانياته، موهبته نفسها. وبعدين في الاساس انت ما تطلعي نشأة كمان من عندك، من داخل بلدك، تمام، انت كده بتدي حافز قوي ان احنا عندنا فعلا مواهب، عندنا فعلا شباب او اطفال او براعم او ناشئين ايا كان المسمى ممكن نعتمد عليهم، وممكن نعتمد عليهم في بناء انديه كبيره كمان، مش مجرد ان هو ناشئ بيلعب او ممكن انا اجيب محترف من بره، لا، ده انا ممكن يكون المحترف عندي من جوه. اولا بساعده انه ينمي موهبته وبديله ثقته في نفسه، تمام، بدل ابناء الشعب نفسهم ان انا ممكن اعتمد على ابناء شعبي في بناء مثلا المجال الرياضي عندي، او مثلا ممكن اديلهم الثقه في بناء المجال الثقافي عندي. يعني انا نوع من الثقه برضو ان انا ممكن اعتمد على الطفل اللي عندي او الناشئ اللي عندي ان هو ممكن فيما بعد هو اللي يبني المستقبل في بلده. وعشان كده بنلاقي عدد كبير من خاصه الاطفال يعني ميالين اكتر للرياضه وخاصه كره القدم، فتلاقيهم هم عندهم الرغبه الداخليه في انهم يطوروا من نفسهم. والله هو انا من رايي بصراحه المفروض يبقى فيه اهتمام بجميع انواع الرياضات في مصر، لان بصراحه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصى: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، بتعتبر كلها من انواع الرياضات، سواء ركوب الخيل او الرمايه او السباحه. طبعا بالاضافه لجميع الرياضات المستحدثه حديثا، كره اليد وكره الطائره يعني والملاكمه ورياضات الدفاع عن النفس عموما. فيعني يا ريت يبقى فيه اهتمام بكل الرياضات وتبقى كلها نفس الموازاه ونفس الشعبيه في مصر، لان كره القدم بس هي الرياضه رقم واحد في مصر. اكيد. لا، وانا شايفه مصر كمان يعني عموما بتهتم بجميع الرياضات خاصه في الفتره طبعاً. الاخيره حتى الناس نفسهم الغير رياضيين او اللي بيمارسوش رياضه معينه هم نفسهم مهتمين انه بالمشاهده بالمتابعه وهكذا، يعني هو فده شيء كويس جدا. طبعا هو وخصوصا دلوقتي ان احنا بطوله كره اليد بتقام على ارض مصر اصلا دلوقتي، فده شيء جميل او فرصه ان احنا نبدا نتابع رياضه جديده، مش مجرد ان احنا متجهين لرياضه كره القدم بس، لا، رياضه كره اليد وخصوصا البطوله بتتلعب السنه دي على ارض مصر. اكيد طبعا. وانا استغربت حتى لقيت السوشيال ميديا مقلوبه على مباريات كره اليد، فلقيت اهتمام حتى من الناس اللي ما بيمارسوش رياضه معينه، فده شيء جميل جدا. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ان يبقى فيه اهتمام بكل انواع الرياضات، سواء الرياضات الفرديه او الرياضات الجماعيه او الرياضات الدفاع عن النفس.
او جميع انواع الرياضات، ما بقاش انا مركز جهدي وتفكيري كله وكل اهتمامي وكل دعمي وكل حتى الجمهور والناس كلها على كره القدم بس. لا، وندعو كمان الشباب انهم يعني يطوروا من نفسهم في مجال الرياضه ويهتموا بالرياضه بشكل اكبر. هو المفروض الشباب طبعا لبناء الجسم الصحي والجيم بقى. طب سؤال يا اسلام بقى، بما قلنا بما انك قلت الشباب وكده، بتمارس رياضه معينه؟ بتمارس رياضه والله معينه؟ والله زمان لما كنت فاضي يا فاطمه، انما الوقت حاليا مش فاضي. مشاغل بقى الحقيقه. طبعا الشغل والتصوير وكلام من ده طبعا ما بتبقاش فاضي. لا ربنا يعينها. طب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، ومنورنا النهارده في الاستوديو ضيفنا العزيز كابتن عمرو مسعود، مدرب قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. خليني ابدا معاك، اكيد بتشوف حد من الناشئين بتقول عليه الشخص ده او الشاب ده ليه مستقبل كويس جدا فيما بعد. اكيد ده مبني على عده اسباب، في مواصفات، شفت فيه مواصفات معينه، امكانيات معينه، فمين الناشئ اللي يستحق فعلا انه ياخد فرصه عشان يكون ليه مستقبل قوي؟ والله انا عامه انا لسه معاكم اهو دلوقتي، وبعدين بشكركم جدا جدا على الاستقبال الجميل ده. شكرا. وبعدين يعني استاذ اسلام والاستاذه فاطمه يعني حد محترم جدا، فكلام حضرتك بموسوعه عاليه جدا، ان المدرب المفروض ان هو عنده عين بيبص بيها، عنده رؤيه بيشوف الدنيا ماشيه ازاي بتاعت اللعيبه بتاعته، او اي لعيب بيلعب قدامه، او اي لعيب بيتفرج عليه في اي مهرجان في اي مباراه لقطاع الناشئين، بيبص يقول لك ده مثلا ده الولد ده فيما بعد ده هيبقى محمود الخطيب، ده هيبقى كابتن حسن شحاته، ده هيبقى يعني بيتكلم عليهم كتير جدا. فاحنا بنتكلم على الناشئين، او بنتكلم على اللعيب عامه ان هو كويس ازاي. احنا بنقول اللعيب كويس مبدئيا اخلاقه واخباره ايه، مبدئيا الوضع معاه هو في البيت اخباره ايه، مبدئيا احنا بنقول ان الولد ده بيتعامل مع اصدقائه ازاي او زمايله في الملعب ازاي، بيتعامل مع اللعيب الخصم ازاي، اللي احنا بنقول عليه خصم بس طبعا مش خصم، ده زميل، لان عامه هي كره القدم هي فيها محبه ما بين كل الشعوب، هي اللي جامعه ما بين الناس كلها، جامعه ما بين الاطراف كلها. وللاسف احنا بنقول ربنا يكرمنا ان شاء الله بس في مصر ونقدر نشوف المرض الجميل ده اللي احنا كلنا بنعاني منه حاجه حل ليه ان شاء الله، وربنا هيكرمنا فيه ان شاء الله. طب وكل ده بيجي بالمتابعه. بالظبط. يعني موضوع البيت واصحابه اكيد ده متابعه من جانب المدرب نفسه. انا عايز اقول لحضرتك ان دوت النقطه اللي للاسف كتير جدا 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 من المدربين ما حدش بيبص للكلام ده. فاحنا في نادي الصيد او انا في نادي الصيد بنتكلم على الاساسيات دي رقم واحد. لان نادي الصيد طبعا الناس عارفه او الناس فاهمه او الناس شايفه ان من 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 الحاجه الجميله جدا جدا اللي بتطلع نشء جميل قوي في مصر ومحدش واخد باله. فالانديه الكبيره زي الاهلي زي الزمالك زي المقاولين زي 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 نادي زد الوقت اللي ربنا يكرم ان شاء الله بس ويكون له تواجد في الاولى الممتاز ان شاء الله، عندهم رؤيه بيبصوا على اللعيبه. فده الفرق ما بين لعيب طالع تمام حضرتك على اساس كويس جدا، على تربيه كويسه جدا، على اساس تدريبي عالي جدا، بيتبص له بصه مختلفه عن اكتر من لعيب موجود في قطاع الناشئين في كل مصر، بيبقى فيه حاجات كتيره جدا مش متاحه هو بيعملها، الغذاء، الاسلوب، الطريقه، التعامل مع اصدقائه، التعامل مع زمايله في الملعب، التعامل مع والده ووالديه ازاي. فدي مهمة جدا جدا، لأن كرة القدم لازم يكون فيها المحبة أنت بتزرعها في الولد. أنت لما الولد بتتعامل معاه على إنه لازم يحبك كمدرب، بتدي انطباع أنت عنه كويس، بتبتدي أنت تربط ما بينه وما بين الأسرة بتاعته، يبقى في علاقة ما بينك أنت كمدرب والأسرة بتاعته، أي مشكلة للولد أنت بتحلها له. فده الفرق ما بين مدرب فاهم ومدرب للاسف مش فاهم. طيب كابتن عمرو، احنا معانا النهارده الكابتن عمرو مسعود. اولا احب اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلادك كان يوم 28. انا سعيد جدا 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 بس يعني فهم. الوقت بتاعنا كنا انت بتقول لي ان انا احتفل تحتفلوا بيا النهارده، فانا عامه الاحتفال ده انا شاكر جدا 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 لحضرتك والاستاذه يعني اكيد مش عارف اقول لكم باسم فريق العمل كله في قناه صحه وجمال ربنا يخليكم يا فندم وسنتوا بصحه وسلامه وكتر خيركم على الكلام الجميل. اكيد
يوم مميز النهارده. لا طبعا مميز جدا، مميز ان انا اتواجد معاكم. الحلقه جت في وقت عيد ميلاد الكابتن بقى يعني. الحمد لله الحمد لله. وعلى فكره برضو ده اولادي في نادي الصيد عاملين احتفال النهارده، عندي مباراه تمام يعني ان شاء الله الساعه 3 العب امبابا، فريق امبابا مواليد مقول 2003 تمام تمام. فانا هلعبهم النهارده مباراه، فبتمنى التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بقى ويبقى العيد عيدين، عيد ميلاد حضرتك وعيد الكوره. يا مسهل يا رب، ربنا يكرمك ان شاء الله. كابتن عمرو مش مجرد الكابتن عمرو مسعود مدرب الناشئين في نادي الصيد تمام. انا عايزين نعرف مين هو الكابتن عمرو مسعود من خلال السي في اللي حضرتك قراته لنا الحلقه اللي فاتت، وفي ناس كتير ممكن ما خدتش بالها منه، فاحنا عايزين ناكد عليه تاني النهارده ونقول مين الكابتن عمرو مسعود. والله عمرو مسعود طبعا بشكركم مره ثانيه ومره ثالثه على الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه ده كله. شكرا. انا كمدرب اشتغلت الاول في نادي البنك الاهلي، النادي الجميل جدا جدا تحت قياده الكابتن احمد شعبان تمام، اللي هو المدير الفني بتاع النادي او هو المدير قطاع الناشئين حاليا في النادي. وده كان قلب الجميل اللي هو بيتيح لي الفرص كلها. في بدايه اي مدرب لما بتعامل اي لعيب، لما بيتعامل ان هو خلاص انا هبقى لعيب كوره، فلما بتلاقي حد يقول لك اعمل ايه واتصرف ازاي وشوف الدنيا ماشيه ازاي، يبقى ربنا كرمك. طبعا لما حد بيحطك على اساس كويس جدا في التدريب، لما حد بيحطك على اسس معينه في التدريب بتبقى شكل مختلف خالص. فانا اشتغلت في البنك الاهلي 5 سنين، نادي البنك الاهلي اشتغلت في واحد مع مواليد 91 و92 و93 و94 و95 في نادي البنك الاهلي تمام. كل دول يعني كان وقت كبير جدا جدا في نادي البنك الاهلي طبعا. وكان بعد كده طبعا انا ربنا كرمني ورحت نادي الزمالك مع الاستاذ الدكتور محمود سعد، الراجل بقى اللي ابو قلب جميل، قلب طيب، بيتعامل مع اللعيبه مع المدربين الرجاله كويس جدا جدا جدا، مع اي مدرب بيتعامل معاه كويس جدا جدا جدا، بيديك يعني حاجات تخليك انت واقف في الملعب. وللاسف انا كنت بتمنى دكتور محمود سعد طبعا الراجل الكبير بتاعي شخصيا ان هو كان يشرفنا النهارده او يجي معانا في حلقه، لان ده حد كبير جدا جدا وقامه جميله قوي بالنسبه لكره القدم في مصر، وهو مدير قطاع الناشئين عن مصر كلها. باذن الله بنوجه له الدعوه انه يشرفنا في حلقه قادمه طبعًا طبعًا, طبعا 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 طبعا. فاشتغلت طبعا 5 سنين في الزمالك كمدرب عام مع دكتور محمود سعد طبعا تمام. في اعمار سنيه كتيره، وبعدين اشتغلت 5 سنين في نادي الترسانه اللي هو بيتي اصلا اللي انا اتربيت في نادي الترسانه وانا لعيب صغير 5 سنين برضك. ورحت بعد كده على نادي طلخة 20 سنة ودرجة أولى تمام حضرتك، كموجود في الجهاز إن أنا كمدير فني. وبعدين رحت طبعا أنا آخر الموضوع كله رحت على الترسانة اللي احنا قلنا فيه ده، وبعدين الزمالك، وبعدين البنك الأهلي، وبعدين رحت الصيد المصري أنا فيه بقالي 10 سنين في الأكاديميات، لأن أنا كنت شغال في أندية تانية. ما ينفعش أنا أشتغل في أول نادي جميل ده عامل حاجه جميله جدا، ان المدير الفني اللي بيبقى في النادي ما ينفعش تبقى مدير فني وشغال فين؟ في نادي بره. في نادي بره المدير الفني مدير فني في نادي، المدير الفني اللي بره كان مدير فني احنا بناخد خبرتك وتشتغل معانا في الاكاديميات، الاولاد كلها بتستفيد منك ازاي. انما انا اخر 3 سنين طبعا من 10 سنين ل7 سنين، انا اخر 3 سنين اشتغلت في قطاع الناشئين تمام. مواليد 2005 كنت مسؤول عن الفرقه، مواليد 2003 الفرقة كويسة جدا جدا دلوقتي اللي هي أمل نادي الصيد المصري. يا مسهل، ويا رب نسمع عنهم كده في الدور الأول. لا إن شاء الله إن شاء الله، لأن ده نادي جميل جدا تمام، وفي شغل كويس قوي قوي بتعمل، وفي أعضاء محترمة جدا جدا جدا، وفي لعيبة كويسة قوي قوي، وفي لعيبة بتطلع بره النادي، وفي لعيبة بتطلع بره مصر خالص لعيبة كويسة قوي. وانا شفت الكلام ده وتعاملت مع اللعيبه دي كلها، فبالتالي انا لما تعاملت مع الناس دي عرفت ان المحبه هي اساس كل شيء. طبعا طبعا يا كابتن، ما شاء الله رحله حافله يعني بالنجاحات. شايف حضرتك ان انت تنقلات ما بين نادي ونادي اخر، فاكيد تمام. خبره كبيره اكتسبتها. المدرب الجيد تمام لازم يهتم باي الجوانب علشان يطور من او يحسن من اداء الناشئ، لان بشوف ان في مدربين بيهتموا من الناحيه الفنيه اكتر من الناحيه البدنيه أكتر. يعني في جوانب كتير زي البدنيه والنفسيه كمان تمام. لا تقل تمام. اهميه تمام. عن تمام. هذه الجوانب تمام. فحضرتك شايف ان حد بيرجح حاجه على حاجه تانية او على جانب اخر؟ لا، هي في مصر للاسف في انديه مصر الانديه الكبيره، فانا شايف ان برضو في انطباعات تحس ان
كان اسف ان انا بتكلم في 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 نطاق تاني اسف يعني ان في مدربين يقول لك انا لازم اخد ابن النادي يدرب. طب حاجه جميله جدا انت هتاخد ابن النادي يدرب، انت عارف ابن النادي ده عنده خلفيه، عنده اساس، عنده اسس جميله جدا وطريقه في الاداء مع اللعيبه. هل اللعيب ده هو راجل نجم مصر؟ هل يصلح ان هو يشتغل كمدرب كره؟ ده الفرق ما بيننا وما بين اوروبا. يعني حتى في الدوري المتقدمه نقول مثلا ندي مثال على بيتر شنايدر مدير قطاع الناشئين في المانيا. انا تعاملت مع الراجل الطيب ده والراجل افادني بحاجات كتيره جدا جدا جدا، ولغايه النهارده انا رابط معاه، يعني لغايه النهارده بتكلم معاه وبيتواصل معاه. فبيقول لك ان انت مش كل لاعب يبقى مدرب كوره. انا كلاعب كوره خليني كلاعب كوره، لما انا بطلع او دوري اوروبا عامه نبص نلاقي كل اللعيبه اللي بتلعب مش كلهم او 90% مش مدربين. فليه؟ لانه انا بطلع كل اللي عندي، كل زادي وزوادي انا في التدريب او في التدريب مع فرقتي بطلعه انا وانا بلعب. طب انت لما تبقى مدرب هتطلع ايه؟ مش هتطلع حاجه. فبالتالي بيبقى ناحيه اداريه، فهو بيبدع بالناحيه الاداريه، الاسلوب والطريقه بيبدع فيه، ما بيبدعش في شغلك كمدرب. فده اللي احنا بنتكلم عليه في مصر. يعني الناس في النادي الاهلي كل مدربين النادي قطاع الناشئين بنسبه 99% شغالين في النادي، كانوا لعيبه في النادي. الزمالك نفس الوضع، احنا بنتكلم على قامتين عاليين جدا في مصر. نبص على بعض الانديه مثلا على سبيل المثال ولا الحصر، نادي انبي اللي هو في قطاع البترول 90% برضك من بره ومن جوه، يعني واخد من هنا ومن هنا. المدير الفني بتاعه مش من نادي الانبي، مع ان نادي انبي من الانديه اللي في مصر من الانديه الجامده جدا طبعا سمعت وليها وضعها. بس طبعا المدير الفني احنا عارفينه طبعا راجل محترم جدا، مفيش اي مشاكل عليه خالص. فندي فرصه لاولادنا. اذا انا برضو مش لاقيه سبب ان هم يعتمدوا على مدربين او مثلا لعيبه اقل في الخبره من المدربين الكوادر الكبيره علشان يدربوا الناشئين. اصل انا شايفه ان ده اساس، الناشئين والبراعم دول الاساس لو اتبنوا صح. شوف حضرتك بتتكلم في ايه، بتتكلم على النشأ والبراعم، وده المفروض في المانيا بيعملوه، في البلاد الكبيره بيعملوها. بيقول لك المدرب بتاع البراعم ومدرب بالاخص البراعم ان بتعلم ولا بتشكله من تحت خالص. تدريب البراعم ده صعب، اصعب من التدريب. انا بتكلم اهو بتدي له شغل مختلف، ده ليه كوكبه جميله جدا من مدربين العالم. فمش اي مدرب يشتغل مع البراعم. لا احنا في مصر عندنا للاسف المدرب لعيب الكوره بيعتزل، لا اشتغل مع البراعم. تبقى ايه انت مدير فني؟ طب مدير فني منين؟ انت عارف، انت فاهم مش فاهم؟ اصول كمان. طب نقدر نقول ان ده متوقف على الامكانيات الماديه مثلا؟ لا مش متوفر على لا هي ده خطا في الكوادر اللي موجوده في الانديه. يعني انا لما اكون انا في مدير عندي مدير قطاع الناشئين في نادي، طب مش انت اللي بترشح المدرب ده يبقى في الفرقه؟ طب انت رشحته منين؟ انا 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 بالنسبه لي انا طبعا مع الاستاذ الدكتور محمود سعد طبعا الراجل الكبير الكبير بتاعي شخصيا، انا بتكلم عشان حقه والراجل عليا. قال لك انت لازم تاخد دورات اساسيه وتخصصيه ونقابيه. انا واخد دورات بسم الله ما شاء الله الحمد لله كبيره جدا جدا، بس واخد السي والبي والاي في مصر، واخد السي والبي من بره مصر، وجيت لك مصر هنا قال لك لا لازم تاخد سي وبي تاني، فاخدتهم تاني. طيب يا كابتن عمرو، من خلال كلام حضرتك دلوقتي عن مجموعه الشهادات والدورات اللي حضرتك حصل عليها سواء هنا في مصر او عالميا، يا ريت بقى تعرفنا ايه هي برضه المؤهلات اللي حضرتك خدتها والدورات اللي خدتها مع ربطها هنا في مصر، ايه المفروض بقى نطبقه هنا في مصر بحيث ان احنا نطلع براعم كويسين او ناشئين كويسين. كلمك. انا دلوقتي لما ابتديت التدريب خدت في نقابه المهنه الرياضيه، خدت دوره في 2004 تمام، وبعدين خدت دوره في 2005 نقابه المهنه التخصصيه للعيبه، يعني تخصص لعيبه بيعمل ايه في الملعب، تخصص يعني شغل جميل جدا. وبعدين خدت دوره متقدمه للمدربين في الاكاديميه العربيه الافريقيه اللي انا كان فيها بيتر شنار مدير قطاع الناشئين المانيا تمام. وبعدين خدت دوره ثاني في فرع الجيزه دوره البراعم. النهارده بقى ما فيش دوره بتتعمل في مصر بقالنا بتاع 15 سنه او 10 سنين، ما فيش دوره اسمها دوره براعم. طب ايه السبب ان ما اتعملش دورات البراعم؟ ما ده بقى دي اهم حاجه. ده ما احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على مين اللي راعي للكره المصريه في مصر. أنا آسف يعني. كل واحد بيتكلم على مصلحته، ما بيتكلمش على مصلحة البلد الجميلة.
احنا يا جماعه احنا بنتكلم على مصر، فبالتالي لما تتكلم على بلد زي دي، بلد جميله جدا 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 فيها كل المميزات، اللعيب موجود، ادوات اللي بتنجحك موجوده، طب انت ليه ما تشتغلش صح؟ بتلاقي شغل طبعا سوء استغلال، ما انا بتكلم بتلاقي الشغل غلط. فخدت بعد كده لما خدت الدوره متقدمه للبرامج دي، خدت الدوره اللي هي السي للمدربين. طب انا واخد السي من المدربين في الاتحاد الانجليزي وسجلها في الفيفا، وخدت برضك الدوره الثانيه اللي بعدها من جمعيه المحترفين، وبعدين خدت دوره ثالثه اللي هي يعني بتاع الرابعه والخامسه من الاتحاد الانجليزي لكره القدم، ونقابه المياه الرياضيه، خدت الدوره التثقيفيه التخطيط والاحمال. انا ظبطت نفسي ان انا كمدرب لازم اكون عندي درايه بالاحمال التدريبيه، تمام، لازم يكون عندي علم بالطب الرياضي، لازم يكون عندي علم بالاحمال اللي هتديها للولد ايه، مع انك انت مش مدرب احمال، بس انا لما اكون عندي درايه تمام هعرف اعمل له التدريب. طب ده اجباري على كل المدربين لازم ياخدوا كل الدورات دي؟ بص انا بقول لحضرتك على حاجه، المفروض ده لكل المدربين، المفروض انما مين اللي بيسعى؟ يعني الموضوع اختياري مش اجباري، بس اهم حاجه المدرب هو اللي عايز يثقف نفسه، اللي عايز يثقف نفسه. وبعدين انا لما انا بكون انا مسؤول عن قطاع ناشئين، او مسؤول عن كادر كبير جدا، او مسؤول من منطقه الجيزه اللي هي بتاعت كره القدم ومنطقه القاهره، تمام، فالمفروض فيهم الناس يقول لك انت لما تاخد الدوره السي اللي هي دوليه اللي هي بعد كده بقى خالص دي، لما تاخدها لازم تكون واخد الحاجات الاساسيه دي خالص. لا ده الناس بيقول لك اللي واخد الدورات دي يعني حد من المدربين كويسين كان ماسك في منتخب مصر، فلما خد هو خريج تربيه رياضيه، قال لك لا خريج التربيه الرياضيه واخد اصلا الدورات دي قبل كده، واخدها دراسيا. طب ما يجي يعلمنا ويجي يفهمنا ويجي يورينا درس ايه ودرس ايه وفهم ايه، ما انت خريج بكالوريوس تجاره عارف الدنيا ماشيه ازاي. طب انت مش بنحطك مثلا في مكان انت تفيد فيه ولا تضر فيه؟ لما انا احطك بقى في مكان اللي هو النشأ او البراعم الصغيره تتمرن ازاي، انت كده اذيت ابن من امامك. من رايي يا كابتن برضو يعني مع كلام حضرتك، انا من رايي ان المفروض اي واحد في المهنه بتاعته ان هو يكون ملم بجميع جوانب تانية برضو، بالذات ان هي كلها علاقه في نفس المجال. تمام. يعني مش انا مجرد مدرب ان انا ادرب الاطفال او الناشئين في الملعب وخلاص، لا، لازم يكون عندي فكره عن الاحمال البدنيه، ولازم يكون عندي فكره عن الطب النفسي والطب العلاجي برضو لاصابات الملاعب. تمام. تمام، لانه معلش وارد ممكن يكون انا في الملعب ما يكونش موجود الدكتور او الظرف ما مش موجود، لازم يكون انا عندي ان انا اتصرف ازاي. يعني مش مجرد ان انا مدرب، لا، يعني انا شايف ان هي من الضروريات، مش مجرد ان هي ضروره تكون اجباريه، هي لازم تكون اجباري. انا بكلم حضرتك على اللي انت بتتكلم فيه، كلام جميل جدا. تمام. وفي نقطه مهمه جدا، الالعاب الترفيهيه. الالعاب الترفيهيه دي مين بيعملها في مصر؟ حاجه جميله جدا، مفيش حد بيعملها في مصر. لا، مفيش. لان الالعاب الترفيهيه دي المفروض اللعيب بيعملها بدايه التمرين. بدايه التمرين انت بتخرج الولد نفسه او بتخرج الناشئ او بتخرج البراعم عن الاطار اللي انت جاي فيه من بره. انت جاي من بره، جاي من بره مجهود ازاي؟ لا، انت جاي دارس، جاي من مدرسه، جاي والدك في زعل ليك في البيت، واحد صاحبك مزعلك مثلا، متضايق من حاجه، متضايق في حاجه في الاكل، انت مش مظبوط، ما اكلتش، ما فطرتش. فانا اسف ان انا هتكلم بصيغه الناس كلها تفهمني بيها. انت اديته ايه؟ طلعته ازاي؟ اطلعك من المجال ده ازاي؟ اخليك انت تخش على وضع مختلف خالص، ان انت لعيب كوره، او انت في النادي بقى بتاعي خلاص بقى، انت تطلع من الموضوع ده ازاي؟ العاب ترفيهيه لبدايه التمرين، اللي اسمها العاب الخفيفه للمدربين المفروض بيعملوها بره مصر، مش بقول لك مصر، بره مصر. بيقول لك بتعمل 5 دقايق 6 دقايق. لو هنعمل لعبه التنس بالكوره، تمام، لو هنعمل زي احنا في 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 مدربين، بعض المدربين في مصر برضك انا شفتهم بامانه بيعملوا زي لعبه هاندبول بس بايدك، يعني بتلعب الكوره بايدك فيها اهميه يعني قبل التمرين. طبعا بتخلي اللعيب يبقى مشبع ان هو يعمل ايه في التمرين. هيشتغل في التمرين ازاي؟ انت طلعته بتغير من المود اللي هو فيه، المود اللي انت فيه خالص، وابتديت ان انت تخش بقى عشان يبقى تمرين جامد. تمرين عباره عن ايه؟ وبعدين برضك في نقطه من نقط برضك يا استاذ اسلام، لقيت لك اللعيبه اللي في مصر كلها، اللعيب بينزل الملعب يتكلم،
طب انت نازل يعني انت نازل هتتكلم هو المجال معتمد على ولا على اللعب بمعنى مش ايه انه بيتكلم اثناء اللعب ولا انا اسف بقول زي ما بقول بيرغي بيرغي مع انا ما بحبش كلمه بيرغي بس يعني لان انا ما بقولهاش خالص في النادي يعني بحب انا بنزل الملعب حتى اللعيبه اللي معايا انا فرقه 2003 يا كابتن احنا عايزين نكلمك على حق انا في الملعب شغلي في الملعب في الملعب خلاص فاهم شغلي في الملعب اعمله ايه عايز تكلمني في الملعب كلمني ما تكلمنيش بعد ما اطلع من الملعب نضحك بقى ونهرج زي ما طالما اللعبه ده شغل برضه شوف انت بتتكلم ايه علم نفس انت بتطلع من ولد من حاجه لحاجه تانية لما يكون ولد زعلان او متضايق انت بتخرجه من الاطار اللي هو فيه خالص تخليه هو يخش في اطار ان انت كلاعب كوره انا شايف ان المواضيع دي كلها والشهادات دي كلها اجباري مش اختياري بصراحه انا شايف المفروض تكون اجباري على المدرب وبالذات مدرب الناشئ ده اللي احنا بنتكلم عليه وده طبعا في, في, في وجود سياده الرئيس طبعا رئيس الجمهوريه الراجل الجميل جدا 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 الراجل اللي ما بينامش ساعه والناس كلها مش واخده بالها رئيس الجمهوريه يا جماعه ده مش موجود ده الراجل بيعمل لنا كل حاجه في مصر مع يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مش عارف اقول عليه ايه انا كده في الاول وفي الاخر طبعا ما فيش شخص بيبقى متفق عليه جميع الناس ومبقاش مختلف عليه بس الناس. انا بتكلم بحاجه احنا عندك رؤساء في مصر تدرجا ناس جميله جدا طب الراجل ده بقى جه عمل الاحتفاليه الجميله بقى عمل مصر شكل تاني احنا بينا بلد يعتبر دوليه مش بلد عاديه ما ينفعش يعني كباري وي وي والكلام الجميل ده الرئيس عامله انا بنشده واتمنى يعني الكلام يوصل له او يوصل عن طريق حد لسياده الرئيس ان انا بحييه تحيه جامده جدا 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 وما اقدرش ان انا غير ان انا اوصل له التحيه دي عن نفسي انا فاتمنى التوفيق لي واتمنى ربنا يكرمه دايما واتمنى ان هو دايما ان شاء الله بامر الله يعني قلبا وقالبا مع مصر ان شاء الله واكيد لسه عندنا كلام كتير بس خلينا نمشي على الاول فاصل ونرجع لكم مره ثانيه تحت امر ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه منورنا في الاستوديو كابتن عمرو مسعود مدرب قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري اهلا بحضرتك مره ثانيه اهلا وسهلا فندم اهلا وسهلا ربنا يكرمك كابتن عمرو حضرتك طبعا بما ان حضرتك في نادي الصيد حاليا فاحنا حابين برضو نتعرف اشاره من حضرتك لاعضاء مجلس اداره النادي هو مجلس اداره نادي الصيد طبعا رئيس المجلس طبعا عندنا الاستاذ محسن طنطاوي ده حد كبير جدا جدا وقامه محترمه جدا تمام وعندي برضك نائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد همام واعضاء مجلس الاداره محمد بيه العقده طبعا حد جميل جدا 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 وحد قلبه على النادي كله ومحمد بيه الشرقاوي طبعا نفس الوضع برضك واستاذ ايمان والاستاذ احمد مجيب وعندي بقى حد بقى جوهره جميله جدا جدا الاستاذ الكابتن اشرف الفار ده مدير قطاع ده المسؤول عن النشاط الرياضي في نادي الصيد من اول للاخر فحد جميل جدا والاستاذ محمد الدباح مدير عام النادي حد جميل قوي قوي قلبه حلو قوي الكوكبه دي كلها هي نادي الصيد يعني مثلا نقول على سبيل المثال محمد بيه العقده ده حد قيم جدا حد قلبه طيب قوي حد مسؤول مسؤوليه كويسه جدا جوه النادي بيراعي الناس كلها فبتلاقي انت في نادي الصيد تلاقي كوادر كبيره قوي ناس جميله ناس قلبها على النادي ناس بتتمنى دايما ان النادي يكون في احسن حال فده اللي احنا بنقول عليه في احد انديه مصر نادي الصيد نادي قمه عاليه طبعا بالنيابه عن حضرتك وبالنيابه عن اسره البرنامج بنوجه لهم كل الشكر لكل اعضاء مجلس اداره النادي تمام ولحضرتك طبعا وبنتمنى لهم دايما التوفيق والنجاح في كل اعضاء في كل النشاطات الرياضيه اللي بيقدموها باذن الله ونسمع عن نادي الصيد ده من الانديه الاولى في انا بتمنى ذلك ان طبعا في بتواجد الكابتن ايمن منصور مسؤول عن قطاع الناشئين لكره القدم تمام. حد كبير جدا جدا طبعا في نادي الزمالك طبعا والحاج دي ليه وضعه في نادي الصيد والنادي الصيد بيحط الناس دي في كوادر ليها فقلبه دايما مع الفرقه قلبه دايما مع الدرجه الاولى قلبه دايما مع المدربين كلها اللي شغاله بيسال على المدربين كل لحظه بينزل الملعب يبص على المدربين شغاله ازاي وبينده للمدرب حتى بيوجهه بطريقه جميله يعني لما بيجي يقول لك انت بتعمل تمرين في شده عاليه شويه
لا طبعا. انت التمرين واخد منك وقت كبير جدا في المهارات، واخد وقت كتير جدا في التكتيك اللي هو خاص باللعب، في حاجات في حاجات في حاجات فبيكلمك فيها بعد ما خلص تمرينك، بيديك توجيه على اساس تنزل انت بعد كده تتفادى طبعا اللي لا مش وقت. تتفادى بقى انت عشان انت ما تبقاش واخد ان انت حد بيوجهك باسلوب داشن، ده بقى الحرفيه. ده طبعا حرفيه في التعامل، ده واسلوب التعامل. كابتن منصور طبعا حد كبير جدا، ف طيب حضرتك بتمنى له توفيق. طيب حضرتك قبل ما نبدا الحلقه برضو عرفتنا، ادتنا نبذه عن موضوع البترول او قطاع البترول، يا ريت تعرفنا حضرتك ايه العلاقه فيه. هو موضوع البترول طبعا انا في في في, في شركه غاز مصر. تمام. وعلى فكره برضو يعني حاجه نوضحها، ان انا بالنسبه لي لما بكون انا كمدرب او كحد اخد فرصه ان اتكلم ولا اتفضل يا كابتن اتفضل، ان انا يعني شغال من بعد شغلي دي قصه تانية. يعني ايه؟ انا شغال في قطاع البترول في شركه غاز مصر، شركه جميله جدا، وشركه هي اللي ماسكه الغاز الطبيعي اللي بجمهوريه مصر العربيه. طبعاً. هي وشركه اسمها تاون جاز. فاحنا عندنا قيم كبيره جدا وناس اكابر فيها قوي قوي، وناس بتديك كل حاجه في شغلك. انما انا كمدرب حابب المجال التدريبي. فبعد شغلي بروح انا كناحيه ترفيهيه ادرب في نادي الصيد، انما الاساس بتاعي اللي فاتح بيتي وبيصرف عليا وبيصرف على اولادي هو يعني الموضوع ماشي بشكل ترفيهي من حضرتك، مش أنا اساسي في الانديه. انا بكلم حضرتك ان انا بدرب من بعد 4، من بعد الساعه 5 بعد شغلي. فطبعا نادي الصيد اللي فاتح حته ان انت تقوم بتدريبك عشان الاولاد كلها بياخدوا في مدارسهم برضه والدروس انجليزي وحاجات زي دي وحاجات. طب اللي افهمه من كلام حضرتك ان شغل حضرتك في قطاع البترول نفسه بيمنع التواجد في الانديه البتروليه كمدرب؟ حضرتك انا مش بتمنع، يعني انا في مشكله ان يعني الموضوع كله مع سياده المهندس طارق الملا طبعا، يعني الكبير بتاع وزاره البترول كلها ورئيس مجلس اداره شركه وزاره البترول، انا اسف الكلام كله خلاني ان انا يعني زعلت شويه. انما انا فين انت فاهم؟ يعني انا بخاطب سياده الوزير طبعا وزير البترول، فبتمنى ان يبقى في نظره والامور تتاح له ان انا ابن من ابنائك. يعني ايه ابن من ابنائك؟ السي في بتاعي عالي جدا، وانا السي في اللي انا واخده في فلوس انا صرفها ان انا باخد اجازاتي واطلع دوره بره مصر، باخد السي والبي من بره مصر، من رومانيا مع الاستاذ الدكتور طلعت شتا. ده بقى اللي احنا تناسينا نتكلم عنه. حد جميل جدا جدا، حد بيديك علم النفس بقى تاخديه صح في التعامل مع المدربين اصدقائك، تتعاملي مع اللعيبه ازاي. ده الكلام ده انا خدت حصص منه جانبيه بقى، عادات جانبيه معاه في رومانيا. فحد جميل جدا وحد راقي جدا جدا وحد موجود في مصر، وللاسف ما بيستفادوش منه في اتحاد الكره المصري ان نجيب قيمه زي ده ونفهم منه ونعرف منه الدنيا ماشيه ازاي. على الاقل الاسس اللي احنا المفروض اننا نشتغل بيها. ده مش انا اسف، هو مش محتاج التوظيف، ده محتاج يعني نستفيد من خبرته، مش محتاج الخبره ان احنا ناخد ما هو هنا لازم نستغل حتى خبراته. هنا كابتن اسلام دلوقتي ما حدش بيتواصل مع الناس دي بشكل عالي. يعني انا ممكن اجيبك اكلمك اسالك اخد منك فكره، هو الدكتور طلعت هيقول للناس انا لا انا عارف ان ده استحاله، ما بيقفش مع الناس، اللي وقف معايا انا وخدمني انا وطلعت معاه في رومانيا حاجه جميله جدا، وخدت الدوره السي من رومانيا معاه جميله جدا، وخدت البي من رومانيا حاجه جميله جدا. فده الفرق ما بين حد بيدي بدون مقابل وحد بيدي ومستني المقابل واقف على الباب مستنيه. ده الفرق جميل. فانا بتكلم على وزاره البترول ان انا بتمنى، هو المفروض يكون الاعتماد على حضرتك باعتبارك مدرب ذو شهادات وقامات علميه يعني عاليه وفي نفس الوقت من ابناء من ابناء القطاع. بالظبط. ما هو كان في زمان حصل معايا انا بعد ما خدت الدوره ليل السي من رومانيا، فروحت والله بالصدفه عن طريق حد معرفه برضك موصلني للكابتن امام محمدين
اللي هو الراجل الجميل جدا اللي العامل انبي عامل الكره في انبي امام محمدين طبعا، وهو دلوقتي مسك في الاتحاد السكندري مسؤول قطاع الشباب في الاتحاد السكندري. بس انا اسف هو حصل معاه حوار معايا انا، ان انا لما رحت له بكلمه قلت له يا كابتن انا معايا كذا دوره سي من رومانيا وبتاع ومعايا دورات اهي. الراجل قال لي حاجه جميله جدا جدا زعلتني انا شخصيا بس مش عارف اتقالت ازاي. فقال لي والله يا كابتن انت بتتكلم على حاجه مهمه قوي، انت اعلى من المدربين الموجودين دي كلها. طب انا لما اكون اعلى المشكله في ايه بقى؟ ما انا لما اكون اعلى ايه المشكله؟ قال لي لا لا بس دول ماسكين فرقه. قلت له انا ممكن اشتغل معاهم مساعد، انا عندي استعداد انا لان ده مش انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ان انا اطور من حياتي انا في قطاع البترول تمام. واطور انا من القطاع بحاجه قليله جدا على قد نقول على قدي. فقال لي لا انت اصل انت ما ينفعش تاخد الناس دي كلها يشتغلوا معاك ما تشتغلش انت معاهم. طب حاجه جميله جدا، حاجه تفرحك. طب انا ممكن اشتغل معاهم مساعد. قال لك لا ما ينفعش والله يا كابتن عمرو انا مش عايز احطك انت في. فاخدت بعده مشيت. كمان حضرتك شايف ان في ظلم في اختيار المدربين او الهيكل الاداري بشكل عام؟ ما انا بكلم حضرتك في دي. فجيت بعد كده بقى كلمته امتى؟ بعدها ب 10 سنين عن طريق الاستاذ دكتور محمود سعد. اتصل بيه وانا في ده حاجه انا بفتح حاجه بقى اتفضل يعني لان الكابتن امام طبعا هو سمعنا دلوقتي ان هو المفروض ان هو متابع القنوات الرياضيه تمام. بيكلم معاه بيقول له ده حد عندي اسمه عمرو. قال له عمرو مسعود؟ قال له انت عارفه؟ قال له انا عارفه. طب الراجل ده قصه ايه يعني ازاي ما خدتوش ده معاك في قطاع البترول من ضمن احد الشركات وانت لو خدته هيروح من غير فلوس؟ يعني دكتور محمود صعب يتكلم بطبيعه فقال له بس استاذنك يا دكتور انا ممكن اكلمك في وقت تاني، انا عارف عمرو ده مدرب كويس جدا. طب انت عارف انك كويس جدا، انا فين؟ انا هفيد مش هضر، انا هفيد مش هضر. وكابتن امام راح فين؟ في الاتحاد السكندري مسؤول عن قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. طب انا فين من الوقت ده كله؟ يعني انا بطالب او بتمنى وقفه سياده الوزير يعني طارق الملا معايا يعني يبعت لي يسالني انت معاك الكلام ده؟ ده انا سيدي السي في بتاعي ده متسجل حضرتك الاسبوع ده متسجل في اتحاد الكره، ده انا المفروض انا ابقى مع المنتخبات المصريه اللي بتدرب دلوقتي. لما انا اجيب مدرب في 16 سنه او 17 سنه يمسك قطاع يمسك مسؤول جمهوريه مصر العربيه كمدير فني للفرقه، طب انت شغال فين؟ ايا إن كان انا بتكلم على الطبيعه بقى، انت شغال فين؟ يبقى مدير فني. طب انت اشتغلت مع عمر السن ده؟ ما اشتغلش. طب انت مدير فني ازاي؟ اشتغلت مع عمر سنيه ثانيه؟ ما اشتغلش. تبص تلاقي كل الكوادر اللي ماسكين في منتخبات مصر ناس كلها اشتغلت درجه اولى، ربنا كرمها اشتغلت ممتاز. طب تمسك قطاع ناشئين ازاي؟ يبقى انت كده اشتغلت في يوم قطاع ناشئين، اشتغلت في يوم براعم، ولا واحد اشتغل براعم ولا ناشئين. انا بتكلم حاجه صرح جميل جدا هو. وبرغم كل التغيرات اللي حصلت في المدربين لم يتم التواصل مع حضرتك حتى الان؟ ما حدش قال لي اي حاجه خالص. انا زعلان، انا زعلان ليه؟ بس يعني انا بجتهد، يعني انا بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا دايما بجتهد ولازم اطور من ادائي واطور من نفسي. والسي في ده السي في معاهم يعني كابتن عمرو كمان مسجلين في اتحاد الكره المصري. كابتن يعني عمرو كمان حصل على اللي اشتغل فيها الرخصه التدريبيه ايه؟ يعني اعلى الرخص التدريبيه في على مستوى كره القدم دي الرخصه دي التدريبيه ايه؟ يعني المفروض يدرب يعني انا منتخبات مفيش يعني اكتر مش اقل من بس جداً. انا يعني انا يعني انا بقول ربنا قادر يجيب لي حقي، انا مش بتكلم يعني انا بتمنى ان حقي يوصل. انا مش عارف ليه احنا يعني احنا هو احنا مش شايفين يا جماعه في مجال الرياضه حد اسمه عبد الفتاح بيه السيسي رئيس الجمهوريه؟ يعني ايه ده؟ ده الراجل ده بيعمل كل حاجه. الراجل مش هينفع نخلي الراجل ده يشتغل كل حاجه. يعني انا بقسم ان الراجل ده ما بينامش في بيته ساعه. المفروض كل واحد في تخصصه. سياده رئيس الجمهوريه ما بينامش ساعه يعني انت فاهم؟ وبعدين عندك برضو المهندس طارق مولا ما بينامش برضو، والراجل شغال في قطاع البترول بيعمل كل حاجه، بس في حاجات بتعدي للناس ان هم يوصلوا له. احنا في مدربين عندنا من قطاع الناشئين ودول مدربين ولاد القطاع ولاد قطاع البترول، الناس دي لازم هي تيجي هم اولى طبعا وفي الختام طبعا يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك بس وقت الحلقه انتهى واكيد لسه عندنا كلام كتير هنقوله ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. تمام. نورتنا النهارده كابتن عمرو مسعود مدرب قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري، نورتنا يا كابتن النهارده. ربنا يكرمك. انا بشكر حضرتك وبشكر استاذ اسلام طبعا حد جميل جدا جدا، وبتمنى التوفيق لمصر
وتعالوا وتعالوا وتعالوا، لان احنا معانا عبد الفتاح السيسي حد كبير جدا جدا جدا. وبتمنى ان انا يعني يوصل له، ان انا يعني بتمنى ان هو دايما يكون بصحه جيده ودايما موجود معانا في مصر. انا ما بقدرش ان انا اقول لا ده انت متواجد معانا وانت قلبك كبير جدا. طبعا احنا فندم واسره البرنامج بنضم صوتنا لصوتك، وبنناشد السيد وزير البترول بالنظر في موضوع الانديه البتروليه وابناء بتمنى ان حد يبقى فيها نظره جميله جدا جدا، حد يبص لي، حد يبعت لي، حد يشوفني. انا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، بس مع سياده الوزير انا عارف التوفيق يكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك اسلام، بشكر الساده المتابعين على متابعه حلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقه جديده من ابن حياتك. ربنا يكرمك.